فرنجيت سي بون لو سون راه مليح ياك. هذا شويه قاصح هذا الله يجمع عليه بارطاجونا ماكسيموم هكا باش نكملوا ضربه واحده معاهم ماك شايف نضربوا بالخشين دروك. هادو جماعه كيما كنت تشوفوا كيما كنت نقول لكم جي لو بوتون بارطاجي راه فازي بارطاجو بارتو لي جروب وين ما جات باسكو قلت لكم هادو الشيء اللي غادي نوريه في هذا اللايف شويه قاصح. بون كيما نبدوها بهذا سي ان باساج خفيف. هذا كيما كنت تشوفوا راني من يوتيوب نبغي توجور نوري لهم من يوتيوب باش ما يقولكش اللي انت خدمتها ولا سحرتها ولا ما تحصلهمش. شايف هادي جاي جيمز. جاي جيمز سي دي جو اولمبيك تاع شواد تاع لي فام تاع ماميدو جماعه. شايف هادو لي جو اولمبيك عالميين تاع شواد الجنسيين. اسكو كان على بالكم باللي الجزائر شاركت في هاد لي جو اولمبيك؟ انا واحد من الناس ما كانش على بالي. هيا تبع مليح. Dans son idée, dans son concept, c'était de créer des nouveaux jeux olympiques gays qui étaient justement. Les jeux olympiques gays. Il y a juste quelques rames chers qui font. Afrique du Sud. Jazair. L'Algérie, mesdames et messieurs, si on peut applaudir très fort. Algérie, ils sont que 11. Donc, the people. On est 11. Jazair, Mcherkaf, les jeux olympiques, t'as les femmes تاع الشواذ الجنسيين لي ال جي بي تي. تبعوا شكون هادو لي 11؟ شكون راه يمثل الجزائر؟ تبع مليح. Democratic Republic of Algeria, the largest country in Africa, the 10th largest country in the world. Voilà الجزائر في لي جوز اولمبيك تاع لي كي. بونجور بايا بون جورني. الجيري بيان ريبريزونتي او جوز اولمبيك تاع لي كي لي ال جي بي تي. اي فوالا على بالنا شكون يريبريزونتي. هادوك تسمعوا لي شي يهضرهم في الميكرو واش يقولوا. ديفيلي ديريير نو الجيري. الجيري كي ات ان بيي كي بوني دامبريزونمون لي هوموسيكسوال. نعاودو نفكروا بارطاجوا لنا جماعه اللايف باسكو الشيء اللي غادي يجي من مور هادي سي اونكور بيغ. هادي غير ديبي هادي غير باش شايف نعطوهم شويه غير الدخله. شايف غير الدخله بارطاجوا لنا اللايف ماكسيموم. دوك نعاود نفكر الناس اللي لحقونا دروك. هادو سي لي جوز اولمبيك تاع لي كي فوالا كي جيمز تاع لي لسبيان لي كي. وشايف ماميدو جماعته تبع شكون اللي راه مشارك فيها. Republic of South Africa. الجزائر. L'Algérie, mesdames et messieurs, si on peut applaudir très fort. Algérie, ils sont que 11. Donc, the People's Democratic Republic of Algeria, the largest country in Africa, the 10th largest country voit, in the world. Voilà. Alors, on voit défiler derrière nous l'Algérie. El Fourcheta. Oui, c'est grave, Baya, c'est très grave. L'Algérie qui est un pays qui punit d'emprisonnement les homosexuels. Qui risque jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. On en profite pour faire un petit point sur le droit à l'orientation sexuelle dans le monde. Sachez que 72 États dans le monde criminalisent l'homosexualité. La parole, hein. Les homosexuels risquent la peine de mort dans. Les homosexuels risquent la peine de mort. On a Mamidou ou Werimana, les Jibouhlek, les 27 de Ramadan, en télévision. شوف الكليب كي داير. 8 ايتا او بارتي ديتا il risque aussi l'emprisonnement plus de 14 ans de 14 ans à perpétuité dans 14 états, l'emprisonnement jusqu'à 14 ans dans 57 états. باش تفهموا شكون اللي ريبريزونت الجزائر. الدرابو تاع الفرشيطه ماشي الدرابو تاع الجزائر. صح. دوك نروحوا للسوجي اللي يضر اكثر من هذا. فوالا جزائر. على الفرشيطة. فوالا الفرشيطة. هيا اسمع اسمع الفرشيطة اسمع. Je suis super content d'être à Paris. Merci, merci pour tout. Les petites délégations pour les applaudir encore plus fort. C'est ça, هذه زوافية. اسمع اش تقول لهم. اللي بهدلوا فينا. جو سوي تري كونتون ديتر ا باري. كشو رحت المكة تاعها تبع. كونتون ديتر ا باري. ميرسي ميرسي فور تو. دي بيتي ديليغاسيون فور لي زابلودير اونكور بلو فور. لالجيري ميرسي.
On est très très content que vous soyez là. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. دروك هذا لو بلان تاعهم هما تاع هاد الناس اللي راهم باغيين التمازغه راك شايف سي با كو دي الجزائريين فيهم المغاربه فيهم التوانسه هاولا البلان تاع التمازغه يفو نوتي بلي كاين في 2019 كاين غير ثلاثه تاع البلدان ولا تاع الكيان اللي عندهم ان بلان تاع خريطه اكبر من الشيء اللي راهم فيه دروك شكون كاين كاين لو غران تمازغه هذا لو غران تمازغه اللي فيه المغرب تونس الجزائر موريتانيا مالي نيجر ليبيا ومصر داكوغ هادو لو بلان تاع لو غران تمازغه هذا هو اللي رانا رايحين له معاهم شكون الاخرين اللي عندهم لي بلان تاع يدو خريطه واحده اخرى لتاعهم كاين بون كنا فيها تمازغه ها ولا المغرب عندهم لو غران ماروك ستادير يدو لنا بشار وتندوف ويدو طرف من مالي ويدو موريتانيا كومبليت باسكو هما الدوله تاع المغرب ما تستعرفش بموريتانيا الى يومنا هذا والصحراء الغربيه بيان سور وشكون الثالث اللي عنده ثاني دي بلون كاين غير ثلاثه في العالم في العالم طول موند ساتيسفي من لي فرونتيير اللي عنده الثالثه بيان سور كاع تعرفوها اللي هي اللي تخلصهم هي اللي درت لهم الفكر الكبير كاع الثالثه هي هذه اسرائيل لو غران اسرائيل اللي هما يدو طرف من لاسيري طرف من العراق مرسوم العرب من السعوديه ومرسوم من مصر كومبارازر هادو هما لي بيي لي ستابيليزي كاع لا سيري العراق ابر السعوديه باسكو يتمشوا معاهم يخلصوهم دونك راك تشوفوا لي بلون باش تفهم هاد لي بلون تاع تمازغه وتاع لو غران ماروك مين جايين جايين من عند هذا من عند اسرائيل يفو نوتي ثاني باللي المغرب الى يومنا هذا البرومي مينيستر تاعهم البرومي مينيستر اللي كان في عهد حسن الثاني قعد فيها قعد في وقت محمد السادس يسموه اندري ازولاي ازولاي هذا يهودي يهودي ماشي يهودي جويف وعقل وتبع منها اسمه ازول ازولاي ازول ازولاي هذا برومي مينيستر اليهود دروك نروحوا لمسالات واحد اخرين ثاني واعدين كما فهمتكم ذاك النهار النهار اللي الناس تحلبوا بكلمه الزواف وكاع حنا نهضروا عليها صافي ديزاني شفنا كامل هذوك الاعلاميين تاعهم وكاع الزواف هذوك اللي هما زواف راحوا ينشطوا يديروا دي فيديو باش يكذبوا المعلومه بلي الزواف هما قبائل دروك غادي نعطيكم بالدليل القاطع باش نكملوا مع هاد لا كيسيون تاع الزواف ومننا ومننا يقعد يشكل عليك شفت واحد قبائلي راح مصور في باري مصور ستاتوي تاع البوند لالما ويكذب عليهم هكا اوكين بروف غير الهضره انا راني نعطيكم بالدليل وبالدليل القاطع باغ تخوا فوا باش نكملوا كيما قال لك سله المسكين قلب الدومين ها الاولى هادي تي في 5 موند تي في 5 موند Ah, le superbe mot zouave. On a l'impression, en le prononçant, que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère zouawa, nom d'une tribu kabyle dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831. متلاقيين مع الغوفرنمون فرونسي باش يدعمهم يعطيهم دراهم تبع مليح تسمعها من عند واحد قبايلي tous c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir en ce lieu symbolique et tant attendu je vous remercie de votre présence qui traduit une importance toute particulière que vous accorderez à cette rencontre Tout d'abord, voici un bref rappel historique sur l'immigration berbère en France et plus particulièrement en Alsace. Mal connue, l'immigration berbère est la plus ancienne immigration d'Afrique du Nord en France. Elle a commencé dès la fin du 19e siècle en 1871 dans les bataillons d'infanterie de Zouaves. Zouaves, qui est l'altération du nom de la tribu kabyle des Zayat Zouawa. صحيت راح تربح هادي دليل زوج زيدو الثالث من عند القوري من الموزي تاع زواف le nom dans la si dans le musée d'histoire et religion zouave et particulièrement dans la salle des zouaves هاولا لو زواف بلاصه تاع في الموزي تاع زواف alors qu'est-ce que c'était des zouaves
C'était donc en 1830. En 1830, mais nous avons le Jazeer. Le 1er octobre a été constitué des régiments pour donc. Ah voilà. Hado, comme tu vois, que ma mère est arabe. Enfin, tu es jazeerien. Que les Français allent en Algérie. Je dirais envahir l'Algérie. Et donc, on s'est allié avec une tribu kabyle. Salam alaikum, Hadith Qiyas. On s'est allié, ta'awunna ma'a une tribu kabyliya, bach htallina l'Jazeer. Tabba mlih, ou donc n'a'tiha lkom hadi b'ktouba, mashi ghir b'lhadra. نزيدها لكم في الكتوبة كتوبة تاع 1860 تاع 1840 تاع هذيك ليبوك تبع مليح عاود نسمح لكم je dirais envahir l'Algérie et donc on s'est allié avec une tribu kabyle des guerriers qui s'appelaient les Beni Zouawa السلام عليكم بني زواوا هذا في اوريتاني راه يهضر وهذه سي او موزي دو زواف هذه في كاين موزي كاع متحف دايرينها سبيسيالمون للزواف وهي ليستوار نيشان سي كو دوك تسمعوا هذوك نسمعكم ليستوار نيشان باللي كي جاوا فرانسيس باش يصدموا علينا وهودوا سيدي فرج قبل ما يهودوا ولا بلوطو مين صدموا علينا الداي تاع الجزائر هذاك التركي اللي كان قاعد بلاد الجزائر عيط القبائل عيط لهم قال لهم باللي باش تجوا تحاربوا معانا فرانسيس شا تعطونا قال لهم نعطيكم الدراهم ونعطيكم واحد اخرين نقلشكم لو بوتان دو غير ومنا راحوا كي راحوا تماك دوك تسمع الفرنسي استوريان فرنسي يقولها لكم ثاني يقول لك باللي راحوا من بعد ما تفهموش ما بغاوش يخلصوهم ولاو سي بور سا فرنسا قادت تصدم لنا البلاد دوك سمعها من عند القاوري دروك ثاني من عند هيستوريان قاوري معروف راها فوالا عادي اي مارشي سور اي سي فرانس انتر ها هاي لا فرانس الجي واي اللي من بعد يجي يتغالي يقول لك انا حررتكم اوبيري ان بوست دو كوماندمون بلو بروش دو سنتر دو لاكسيون بيان مون جينيرال هي تبع الهيستوري Et c'était donc le 14 juin 1830, le débarquement de l'armée française près d'Alger. Il a fallu d'ailleurs trois semaines pour s'emparer d'Alger, qui est à quelques kilomètres à peine. C'était difficile dès le début, Yves Lacoste. Oui, parce que durant les trois ans où les Français avaient dit qu'ils allaient tout de même faire quelque chose, débarquer, le dé d'Alger avait lancé le djihad et fait appel aux tribus de Kabylie, sur lesquelles il n'exerce les guerres de souveraineté, mais en leur prémontant des gratifications, le butin, la distribution de munitions, hein, et puis de s'illustrer sur le plan religieux. Par conséquent, les L'histoire est à vous. On a eu des drahams, on a eu des gratifications, le butin, maintenant, on va faire avec nous France. C'était bien la réaction de vous, monsieur. Une partie des tribus de Kabylie était descendue, hein, et par conséquent, les Français se sont trouvés à faire face à forte partie. Finalement, les tribus kabyles n'ayant pas été gratifiées comme elles l'escomptaient, les distributions de munitions n'étant pas faites, elles sont reparties. Ça y est, elles sont reparties. Les goulak harbou en France. Elles sont reparties, mais harbouch, mais vdouch slah ma France. Avant 1830, avant le débarquement, elle a oulé ou l'kbayel tahom, ou formé ou le bataillon ta zouav. Ou même bad nourri le kombli tfahmou ma l'empereur ta France, ou tfahmou ma bach n'harbou ma ak l'arab ou l'muslimin, ou kid t'dokhloun touma, le cadeau ta'na t'khallou l'kbayel moustakilla, chou l'blad fi ou sal blad. C'est pour ça, même bad tani nourri le kombli dalil, belli hattel 58-59, De Gaulle, mini rohl tizi wuzou, il s'est mis le pays de Kabylie, blad. Le pays de Kabylie, hamin j'ai t'kelmet pays de Kabylie. Donc nous dit comme soit d'ukhrin, les gars le kharrona hado. دو جماعة اللي قالك حرونا دوك نوريكم الى حرونا ولا لا ها قبيل En Algérie, des populations kabyles de la région de Tizi Ouzou sont venues en masse manifester leur loyalisme aux autorités françaises. Les populations de Kabylie sont venues en masse manifester leur loyalisme à la France. C'est-à-dire هادو كاع في دشرة شحال يمثلوا هادو اسكو هادو اقلية هذيك ليكرون كاع كملته هادو كاع قالك اقلية تبع مليح هادو كاع راحوا يدوا السلاح من عند فرنسا هيا ها ازرو بحار فيلاج فرونسي par le préfet de Grande Kabylie et le général Gouraud تبع مليح هادو السلاح Maintenant, la confiance règne et les autorités françaises ont remis des armes aux hommes d'Edouard qui entendent assurer eux-mêmes leur sécurité. Ah, c'est ramassé.
Ouais, c'est Mamoura. Au milieu des perturbations qui agitent l'Algérie, des signes marquent le revirement des populations. Hier, asservies par la crainte, certaines reprennent confiance. C'est ainsi que le village kabyle de Feraoun a demandé des armes pour se défendre contre une incursion et lutter contre les Felagas. Le village kabyle Takda a demandé des armes pour chiharb Felaga, pour chiharb Mujahidin. Rendant confiance pour confiance, la France n'a pas craint de confier ses armes qu'on lui demandait. La France m'a fait chemin de l'homme, ça. Les hélicoptères les ont apportés sur cette crête où ne mènent que des sentiers. Et devant les hommes du village, les caisses ont livré leur contenu. Un groupe d'autodéfense sera constitué. Côte à côte avec les soldats venus de France, les autochtones vont faire front au désordre et au crime couvert de slogan trompeur. Allez, gars, le carron, hein. Épisode 3, c'est pas. C'est ainsi que dans la région de Palestro, à peu près totalement pacifié. Palestro totalement pacifié, M.F.H. Mujahidin. Proche. Et où fonctionnent même des groupes d'autodéfense, les populations. Hadoul Harka, Tarbail, Alik Shal. شغل هما كان يقول... لو كان يزيد يجي واحد يقول لي هادو أقلية تسمى شحال كانوا تماك هما في قبائل 6 ملاير راك شايف سورتو داك القيس الجزائر كومبلي بالقور بالعرب بالكاع الناس كنا 6 ملايين ولا 5 ملايين تسمى هادو شحال هادي لا توتاليتي اللوياليزم اخويا التاريخ يكرر نفسه هاك شحال هاديك 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 شحال هاديك تبع مليح بيان سور سيدي حركي هادو كامل سيدي حركي دوك نزيدكم تبع لا مونطاليتي اللي قلت لكم بها ما كانش خاوه خاوه الجزائريه هذا اونجيسترومون تاع واحد من الماك تبع مليح التخمام تاعهم ولا لوجيك تاعهم باش تفهموا بلي هاد الناس ما معاهمش خاوه خاوه باسكو هما ما يتقبلوهاش ماشي حنا لا فوت ماشي فينا حنا ماشي في 95% من الجزائريين لا فوت في هاد الناس تبع الريزونمون تاعهم باش تفهم بلي اللي يقول لك خاوه خاوه ولا للفتنه وكاع راه راقد الثقافه الامازيغيه اللي هي الثقافه الاصليه لكل جزائري وكل شمال افريقيا ندافع على الديمقراطيه الدوله تاع الجزائر بالمعربين ديالها والافلان والاسلامويين يقمعوا فينا ويقتلوا فينا وليزالجيريان قاعدين يتفرجوا ها لا يكرهوا ثاني الافلان باسكو جدودهم حركه كانوا يكرهوا الافلان الافلان كانوا يكتلوا في جدودهم كما الحواس وعميروش هذوك لي زوم هذوك كانوا كاتلين دوك نوريكم بلي كانوا يقتلوا غير قبائل ما كانوش يقتلوا حاجه اخرى ما كانوش يحاربوا بلاصه اخرى كانوا يقتلوا قبائل ودوك تشوفوا الفيلاجات اللي حرقهم عميروش 30 سنه وحنا نزقوا ونصوتيو باش ندافع على كل هذه القيم الانسانيه والعالميه ها وما تشوفوش فينا وما تسمعوش فينا وغير جاو لكم الاسلامويين الوهابيين في التسعين صدمتوا ليهم كي خباش كاع فوطيتو برسك كاع بور لو فيس لا كابيليا ايتي لا سول ولايه اللي ما كانش فيها اوكان ليو تاع الفيس هذه هضره معطوب للناس الطحان الكبير معطوب للناس قال لهم في التلفزيون قال لهم كي قالت لهذيك جورناليست علاش ما ترحمش على الشاب الحسني عنده 4 ايام ملي قتلوه يفيتا لا كاسيون 3 فوا لا 4 فوا قالها انا شو با ايبوكريت قالها لي زالجيريان وهرن ولي زالجيريان كاع فوطاو على الفيس يستاهلوا الارهاب غير لا كابيليا اللي ما تستاهلش الارهاب و سيتي با لا بروميير فوا اللي ديروها كي كنا نديرو مع لي كوزان ديالنا الشاويه الكيره كونت لا فرونس واش كنتو ديرو نتو ها الكذب هذا الكذب هو اللي ردنا نكرهو هاد البنيادم باسكو يقول لك حنا كنا نديرو الكيره كونت لا فرونس الوغ هما كاع مساكين كاع 80% حركه وسمعتوا السيد تاع فرنسا اش قال لهم قال لهم لا بلو في اي ايميغراسيون في فرنسا الحرك كاع 80% كانوا من تماك كنت تبوسوي تاع ديغول روح طابي في جوجل تلقى هذوك لي فوطو نواري بلون ها وين والديكم ولي غران بارون ديالكم يبوسوا يدين تاع ديغول وتاع لي جينيرو فرونسي انا وريت لكم دروك باللي سي لانفيرس توما لي زالجيريان فوز افي توجو ايتي لي ميم وحنا لي كابيل اون ا توجو ايتي لي ميم حاربنا لي زالجيريان ولي كابيل شو راه يفرق راك شايف من بعد يقول لك تاك دير الفتنه هو يفرق هو حاس روحه ماشي ماشي جزائري فرنسي ورانا نحاربوا الدوله الجزائريه المستعمره كنتوا تقودوا الفرنسا ومازال كنتوا تقودوا الدوله تاع الجزائر فو باسي دو كولونيزاسيون ا اون اوتر لي كابيل لي زالجيريان سون دو بيبل دو مونتاليتي كومبليتمون ديفيرونت اه شيخ عمر راسك سمعت هادي سمعتوها دروك لي كابيل والاخرين قال لك سي با سي دو بوبل ديفيرون صح دروك حنا بينا جماعه نزيدكم وحده وانا ماذا بيا هاد الطحانه هادي هضرتها ليامات ما شفناهاش صافي 10 سنين وهاد الشهور التوالى بانت باش فهموا بلي هي وخالده تومي غير كيف هي كيسموها لويزا حنون تبعوا مليح
هذه خالدة تومي قبيلية الكافرة اللي قالت لهم بلي أنا ما صليش صلاة المسلمين وقصت صلاية تاعي قصتها رميتها وطلع يدافع عليها دوبل فاس لطفي دوبل فاس دوبل كانو طلع يدافع عليها خاطش كتعطي 600 مليون في العام دوك من بعد نعطيكم دوسي تاعها هذاك دوسي واحد اخر بصح تبعوا مليح من كانت وزيره شوفوا ضياعة الدراهم في حفله واحده اون سول فات واحده اون 2008 نعقل عليها كيما اليوم كانت لاكريز انترناسيونال العالم كاع في لاكريز الامريكان الدول كي دايره العظمى طايحين في لاكريز هي ضيعت 80 مليون يورو في حفله واحده دارتها لي زافريكان تبعوا مليح جورناليست دوك تغلط تقولها 60 مليون يورو الناس راهي مخلوعه فيكم ضيعتوا 60 مليون كوريجيها وتقولها لا لا اختي ماشي 60 80 مليون ضيعناها تبع مليح دوز انفيتي افيك نو دون سو ستوديو ميهم فوالا Après avoir été capitale culturelle du monde arabe en 2007, Alger est aujourd'hui la capitale africaine de la culture. Dans un contexte de crise mondiale, c'est un défi économique majeur que relève le gouvernement algérien avec un certain brio au regard des préparatifs. 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est le budget consacré à cet événement. Est-ce que vous comprenez les critiques de l'opposition algérienne à ce sujet ? D'abord, je rectifie ces 80 millions d'euros. Je rectifie ces 80 millions d'euros. Quel drame ? Quel drame ? Hadi elle m'a dérouché là. على حتى واحد ما يحوس عليها ولا يقول لك جيبها على حتى واحد ما يدير بونكارت على جالها في مانيفيستاسيون كي تخرجوا جماعه على ما درفدوش لافيته تعجبوا لنا هاد الطحانه هادي 12 عام وهي وزير الثقافه هلكت الثقافه سياسه لي فاملات وهو ريمانار وماميدو هذه هي اللي دارتها على حتى واحد ما يطالب عليها نعلو الشيطان شعبي لك راه يفيق يفيق نيشان ماشي يفيقه باسكو خرجت تمشى برا تمشى برا سي با ان اكسبلو مغري انا 3 زون بديت مشى برا بديت مشى بلوتو دونك نزيدكم كريم اكوش vous invitez avec nous dans ce studio on va aborder avec eux ce sujet d'ailleurs parce que c'est un sujet كريم اكوش هذا ثاني واحد من الفخر تاعهم وين راه هنا رانا في ايفنت كات في اسرائيل صح علاش كل ما واحد فيهم يشيع يروح لاسرائيل علاه يشيعوا غير هاد الناس عندهم ناس شابين في قبائل هذاك الشيخ تاع الدين عندهم بزاف هذوك يغموهم ما يبينوهمش كاع يبينوا غير هذا الخماج غير اليهود اللي طلع تماك باش يكفر على ربي ويكفر على الاسلام Ils le connaissent bien parmi d'autres. Bonsoir à vous, Mélanie Loisel. Bonsoir à vous, Karim Akouche. Karim Akouche, comment allez-vous ? Vous êtes écrivain, poète, dramaturge, d'origine kabyle, algérienne également. Et vous êtes installé au Québec. Vous êtes l'auteur, on va le voir à l'écran, de ce livre « Allah au pays des enfants ». Allah au pays des enfants perdus. Mais qu'est-ce qu'il y a d'un livre qui est écrit pour qu'il n'y ait pas de kfar dans l'islam ou qu'il n'y ait pas de guerre en Europe. Il y a ce tahan, il y a ce qu'on sait qu'il s'appelle d'autre. Bon, il y a Kamel Daoud, qui est un chikbaïli, mais un chikbaïli qui veut. Il y a deux personnes qui ont appris. Il y a deux personnes dans le Jazair, les gens qui sont les chikbaïliens, c'est les deux seules personnes qui sont chikbaïliens et qui veulent qu'il n'y ait pas de guerre. Kamel Daoud, qui est un chikbaïli dans l'islam, عدو الله ويضل لاهي للنساء والتبرج وكاع وكاين كسموها بن غبريط باسكو حاربت الاسلام ثاني اللي حارب الاسلام راه معاهم يبغوه اللي ما يحاربش الاسلام يعايروه perdu publié cette année aux éditions دوك نزيد نوريكم ثاني واحد الطحان كبير راكم تشوفوه اكتشوفوا راكم تشوفوا خدمته براتيكمون كل يوم بصح قليل لي زالجيريان اللي يعرفوه وكي حطينا لا فوتو تاعه حنايا قال لك لا فوتوشوب باسكو ولات عندنا عقليه ثاني ماشي مليحه دقيقه دوك نوريه لكم ولات عندنا واحد العقليه ماشي مليحه وين كي نسمعوا حاجه ولا يوروا لنا حاجه ما تعجبناش يقول لك فوتوشوب طيب مهم فوتوشوب تبع هذا لا فوتو حطيناها لكم فوتو جبتها لكم فيديو هذا ديلام علي ديلام ثاني قبايلي اللي يدير لي كاريكاتير على الدوله وعلى الصوالح كاريكاتير اون جينيرال كاع Le but de tous les voyages, c'est de, justement de faire sauter les a priori et les clichés. Ah. Et on est tous là pour apprendre. Et j'imagine que Dilem, en tant qu'Algérien, arrivant voilà. à Tel Aviv et Jérusalem, il doit avoir plein de choses dans la tête. Pour quelqu'un qui a grandi voilà. dans la haine de l'autre, la haine du juif, en fait la haine de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il a ignoré... علي ديلام تاعكم علي ديلام الفخر اللي راه يخدم في الجورنال تاع البراب
اللي ربراب اللي نفكروا باللي ربراب سي ان جويف ماشي حنا قلناها ميم الكور قال لك باللي سي لو بلو غيش دي جويف دافريك ربراب يهودي كيما لويزا حنون يهوديه سي با ميم با دي كابيل سي دي جويف تخلطوا هنايا تخلطوا من بغات تروح فرنسا ايزون بري دي نون كابيل وتخلطوا في وسط القبائل ومننا وداروا هذيك ليستوار اللي حكيتها لكم البارح وسي بور سا فرنسا بدلت لنا اسماواتنا هذه كاع الناس على بالها ميم فلاك دار عليها سبيكتاكل يقول لك باللي لا فرونس كتبدلنا اسماواتنا علاش بدلتنا اسماواتنا غير هكا ما لقات ما دير لو بلون تاعها سيتي سا نخلط دافيده باش لي زالجينيان في ذاتهم ما يلوش يعرفوا شكون هو شكون خلطوا معنا كاع اليهود على باغي نسقسيكم كيسيون سامبل لي جويف تاع تونس راه معاده في تونس لي جويف تاع المغرب راه معاده في المغرب غير لي جويف تاع الجزائر نسخطوا زعماك تودرو راهم في تيزي وزو كاع سودانيون جويف سودانيون كابيل مخلطين حنون أطالي دوك نوري لكم حاجة هاولا إلام يرقص في جيروزالم في تل أبيب هاولا جيب الله تعالى اليهود هاولا يرقص مع اليهودي هو عينوش كاع ما كاش قبايلي ونتحدى نابورتك ما كاش قبايلي شايع زعما كوني وكاع ميدياتيزي وكاع ما راحش يسلم على اسرائيل هذه قالوها مريسانكم ما يبانوش انسان مليح في وسط القبايل ما يبينوهش هما بروحهم يغموه باش يبينوه يلقى يكون كافر يكره الاسلام والعروبه باسكو في الامازيغيه هاد الامازيغيه اللي جابوها لنا امبورتي كاين 3 بيلي منهم تكره العروبه والاسلام دوك نوريكم واحد اخر ثاني نوري لكم واحد الحيوان واحد اخر الامازيغيه يا جماعه على بالي بلي عندي صحابي قبائل وكاع لا بلو بار مي تفرجوا تبع مليح بلي اول خطره غادي تشوف امازيغي في حياتك غادي نوريه لك انا ها هو الامازيغ تاع بصح ها الفرشيطه ها الفرشيطه يا جماعه هذه ماشي فوتوشوب ولا تبهلل يعني نجيب لكم فيديو باش تدوروا باسك مع الحيط ما تقولي لا فوتوشوب لا فيديو ها ها مال الامازيغ تاع بصح مازال حيين راه مازال حيين هذه ليستوار تاع الامازيغيه وكاع جابتها فرنسا باسكو فرنسا من جات هنا قبل ما تجي 1830 بالسلاح كانت راسله لي بير بلون لي بير بلون هادو لي ميسيونير عندهم خدمتهم زوج كانوا من جهه يقروا لي بوبولاسيون اللي كانوا في افريك ويبعثوا لفرنسا من جهه اخرى يدخلوهم للمسيحيه هما اللي كرياو الكريستيان جابوا الكريستيانيزم لافريك هاد الناس هادو هما الامازيغ دوك نقول لكم شنو معناتها امازيغ هاد الناس سي ميم با دي زالجيريان جامي شافوا الجزائر هادو سي دي ليبيا اصلهم من ليبيا سي دي نوار تاع ليبيا شيشناق اللي يحتفلوا به يناير شيشناق من هادو ليبي سي ان نوار روحوا شوفوا لا ستاتو تاع شيشناق ما يكذبوش عليكم يقول لك شيشناق قبايلي وكان عايش هنا في مجيت مش عارف وين كذب كذب والعالم كومبلي يضحك علينا لو كنت تخرج من الجزائر تحكي لهم هذيك ليستوار تاع شيشناق جزائري كون يسكن في الجزائر يضحكوا عليك حتى يدخلوك سي شحمي كاع اصلا شيشناق عند العلماء تاع العالم اونتي كان نوار كوربو كيما هكا نوار ليبي يسكن في ليبيا باسكو الامازيغ سي دي ليبيا وما حارب ما حارب كسموه ما حارب فرعون ما والو راح تما كان عايش مع فرعون كان خدام عنده في الارمي تاعه ومن بعد طلع في القرى تزوج مع بنته وغدره شوف ما مشيش نق التاريخ تاعه خامج غدر فرعون فرقات تاعه قتله ودا بلاصه ولا فرعون بلاص فرعون باسكو هذاك فرعون ما كانش عنده ولده تما اوتوماتيكمون بنته هو كان راجلها هادو كي جا الاسلام كي دخلوا العرب تاع الكوفه الزوجه تاع الفتوحات لقاو هاد الناس يعبدوا في واحد الرب من بعد نوري لكم بالاو الزاد الدين تاع هاد الناس هادو يعبدوا رب دوك نحكي لكم شويه على الدين تاعهم باش تفهموا من جات كلمه امازيغ هادو يعبدوا واحد الرب سوا ديزون استغفر الله اللي هو ماشي ربي هو ولد ربي عندهم شغل هذا ولد ربي خون معلومه اون انفورماسيون ربه البو بلوتو وعطاها لهاد الشعب وهذه المعلومه هي الفلاحه زعما علمهم يديروا فلاحه لاغريكولتور وربي سبحانه داك الكبير اللي كثر منه والبوه فاق له شغل فاق له سخط عليه ورده تعلب هادو يعبدوا التعلب هذا التعلب هذا كيسموه اللي يعبدوه يسموه اما هذا هو لو مو اما ونتحدى اي استوريان قبايلي مش عارف هندي يجي يبروفي لي العكس ديجا ايزون با ديكسبليكاسيون هاد لو مو امازيغ هاد لا ليكسبليكاسيون اللي نعطيها لكم سي لا سول يعبدوا هذا الرب يسموه اما ومن بعد نوريها لكم في الدين تاعهم جاوا العرب شنو قالوا لهم قالوا لهم هذا اما لكم تعبدوا في هذا اما زيغ كفر
زير كلمة زير مذكورة في القرآن بلوزيور فوا. ربنا لا تزغ قلوبنا فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. كي تروح تحوس في الديكسيونار كلمة زير كاسكو سافو دير، يقول لك كل من انصرف قلبه عن الله. كلمة زير سافو دير كافر. ها هما لاش قالوا لهم العرب؟ قال لهم آما زير، آما لك تعبده كفر. تبع ملاه. ها وين باغيين يردونا؟ باغيين يردونا للجهل. It is more than a celebration. ولا راكم شفتوا بلي القبائل تاعنا بداو يديروها في تيزي في نهار يناير، يلبسوا هاد الصوالح تاع التبهليل الكباش وكاع، وفي المغرب ثاني، في المغرب ثاني، باسكو هذا كاع سي دو ساتانيزم. دوك من بعد نعاود نوري لكم كيفاش هذوك لي سامبول، هاد لي سامبول هذا اش معناته، هذيك فرشيطه هذيك. هاد الناس علاش ماشي معروفين؟ هاد الناس علاش ماشي معروفين؟ باسكو الناس يتبوزوا لا كيسيون، يقولوا كيفاش هادو يسكنوا في المالي ما نعرفوهمش. باسكو هاد الحفله اللي راك تشوفوا فيها دروك تفيلمات غير خطره، باسكو هاد الحفله يديروها كل 60 عام على بها ماشي معروفه في التقاليد تاعهم. هاد الحفله تاع يلبسوا لي ماسك وكاع تندار شاك 60 طون، معناتها من نهار اللي خلقوا خدموا الكاميرا تفيلمات خطره ولا زوج. تبع مليح. وهذا التبهليل، هذا التبهليل كاع شكون داره؟ داروه لنا اليهود في باري نهار اللي بومدين الله يرحمه راح قلع البترول لفرنسا ودار تأمين محروقات، راحوا كرياو لنا لاكاديمي بيربير دو باري. هذه لاكاديمي بيربير دو باري باسكو بزاف قبائل اللي يجيك دروك يقول لك هذاك الاعلام تاع الهويه ولا الاعلام تاع جدودي، هذاك معطوب، معطوب ماشي جدك، غير معطوب ما كانش يعرفه، ما كانش اكزيستي في وقته. اوفيسياليزا اون 2001، هو تكريا في لي زاني 60 70، تكرياو باش اوفيسياليزاوه باش تلاموا عليه وقال لك هذا نديروه تاع الامازيغيه اون 2001 جديد، ما يمثلكش اصلا، ما يمثلكش. دارها جاك بينات، جاك بينات هذا قاوري يهودي من المخابرات تاع فرنسا. هاد الدرابو اللي وهذاك لو سامبول اللي فيه تاع الفرشيطه تلقوه في لاكابال جويف، في الاكبر كتب تاع السحور تاع اليهود، الكتوبه تاع السحور لا ماجي نوار كاع لاكابال تاع اليهود تلقوه تماك، سي اسم شيطان، الاسم تاع شيطان هذاك. دوك نزيد نوريكم صوره اخرى. دوك شوف، دوك شوف صاحبي شام بيديروا لنا، سي بير على الدوله، بير على النظام، بير على كاع الصوالح. ها ولا مغربي، هذا قبايلي مغربي، هذا مازي غيدير نكين. تبع مليح، هذا مازي غيدير يمس الجنوب الشرقي، يمس نوفوس عزيز ايتو هني، راه هنا ولا السميه بحال المدنيه، السميه ايتو هني حتى باش نتحد ما يتقعد يزيد عليا في الامازيغيه. وعبد ربي عضو المكتب الوطني الرابطه المغربيه الامازيغيه، امازيغي بير. تبع من ذلك من موقعي الامازيغي اقول ان العدو الصهيوني يريد ان يجعل منا الامازيغ حليفا استراتيجيا للكيان الصهيوني، ماشي باش نعاونوه تما في فلسطين، لا باش نخربوه هنا، باش نخربوه هنا، باش نطردوا العرب من شمال افريقيا ونبنيو تما زغال الكبرى حليفه اسرائيل. اللي ورث لكم قبيله اسرائيل حليفه لنا، لماذا؟ لاننا عندنا مليون امازيغي في اسرائيل. شكون هما؟ اليهود المغاربه. اللي كنت نقولها لكم قبيله تما زغال الكبرى ورثكم لي كارت كيما لو غون اسرائيل، كيما لو غون ماروك، كاين غير هاد ثلاث دويلات اللي عندهم هاد النوايا المقيمين في الكيان الصهيوني، واللي من بينهم رئيس اركان وزير الداخلية والقيادة في المخابرات والجيوش وغيرهم وغيرهم. الوزير اللي قلت لكم عليه، وزير الأول، راه قاعد من وقت حسن الثاني، وراه عاد أدروه كيسموه أندري أزولاي، بنته ثاني نسيت شو حاكمة تمك في المغرب. أزول، أزول، أزولاي. تبع مليح لو نو، لو نو أزول، أزولاي. يراد وحتى كلمة أزول، أزول، واحد كيقول لك أزول، أزول عربية، خاطش كلمة أزول هي اهلا، اهلا روح عند التوارق، التوارق ما يقولوش ازول، يقولوا اهول. هي كلمه اهلا ولات اهول عند التوارق، وعند القبائل بدلوا لها بالزاد، الزاد كما سامبول تاع قبائل تاع القبائليه الجديده هذه، هو الزاد تسمى بلاص اهول ولات ازول. منا كامازيغ ان نعتبر علاقتنا بفلسطين بتلك البقعه هي علاقه 60 عام، 60 عام من الكيان الصهيوني، ماشي علاقة 14 القرن من العقيدة من التوحيد، ماشي هي علاقة 10 القرون مع صلاح الدين الأيوبي الكردي، الكردي
يعني الأمازيغ الدولة الموحدية الأمازيغية تحالفت مع صلاح الدين الأيوبي الكردي لطرد الصهيونية المسيحية الممثلة في الحركة الصليبية والاستعمار الصليبي. يراد اليوم أن نقلب هذا الشيء ونرد التحالف الأمازيغي الكردي الإسرائيلي، وتجولوا في صفحات الفيسبوك وتجولوا في الكتابات والمقالات ديال مجموعة من النخب المثقفة الأمازيغية. وهذه ماشي غير في المغرب جماعة، هذه حنا رانا مهتمين بهذا الشيء فايت 10 سنين. أنا من نهار اللي شفت فرحة مهني في التلفزيون تاع إسرائيل في عامها سيتي اون 2010، من ذاك القيس وانا نحارب في هاد الصوالح باسكو تحلبنا البلون تاعهم وكاع. بصح كي نهضروا لي زالجيريا مالوغوزمون تبان لهم بلي هذه حاجه ثانويه، هذه حاجه ماشي امبورطونت، النظام هو امبورطون عليها ومنا وما كايناش. دوروا في فيسبوك، روحوا لي باج تاعهم، عندهم دي باج سي دي ميليي دو بيرسون بور نو با دير دي مليون، سي دي مليون وين يضلوا يحاربوا في اوروبا والاسلام وكاريمو حنا.